بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة السيرة بطريقة يسيرة. طبعا في السلسلة دي هنتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة يسيرة وبطريقة بسيطة جدا، حتى الأدوات بسيطة وكل حاجة بسيطة. ولكن أنا عايزك قبل ما أتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دي المقدمة. المقدمة دي مهمة جدا، لازم تعرف حال العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وحال العالم كله، وأحوال أحوال الغرب، وأحوال المرأة. وعايزك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، لماذا اختاره الله، ولماذا اختار مكة، ليه اختار مكة. دي أسئلة مهمة جدا هنرد عليها كلها في الفيديو ده، بس عايزك تركز معايا، وعايزك تبقى عندك الايه، التخيل العالي. كل ما كنت متخيل معايا اكتر، كل ما تقدر يعني تفهم السيرة بطريقة يسيرة جدا، بطريقة بسيطة. اولا احنا عندنا الروم. الروم دول اي حد بيبقى ملك على الروم بيبقى اسمه قيصر، اي حد بيبقى ملك على الفرس بيبقى اسمه هرقل، اي حد بيبقى ملك على الشام او ملك على الحبشه باسمه ايه، اسمه النجاشي. طبعا العالم مهمش، 650 سنه مفيش دعوه، مفيش نور، ضلمه. وان الواحد لازم يبقى عارف ان الاسلام والقران والوحي ده النور. فعندك طبقة الايه، البراهمة، طبعا فين، في الروم البراهمة، وبعدين جاي بعدهم الايه، جاي بعدهم طبقة التجار، بعدين جاي بعدهم طبقة الرجال والخدم، وبعدين الشعب، انت ورزقك بقى. وكذلك في الهنود برضو عندهم الايه، المسائل دي. وفي الفرس والديانات مختلفة، عندك الفرس عندك اله الشر واله الخير، يولعوا النار ويعبدوا النار. لذلك لما تيجي تدور في سير ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي الدنيا كلها كانت مهمشه. يعني ايه مهمشه؟ بعلك كده لما الارض تقعد 650 سنه ما فيش الا الكريستين في الروم، ويحرفوا الدين كاثوليكي وارثوذكسي، والدنيا تختلف، فخلاص ما فيش دين، في دين محرف، دين محرف حتى الناس ما بقتش ماشيه عليه. فتلاقي نفسك انت في حاله من الذهول. انت متخيل العالم دلوقتي ان الصين والهند في حته بعيده، وعندك الروم انت ورزقك في طبقات. انا دلوقتي موجود باكل واشرب، انا عبد مش مهم، انا من الكهنه الالهه، لو عملت اي حاجه انا ما اتحاسبش. انت عارف اللي هو انا ابن مين؟ نفس النظام. انت عارف يا ابني انا ابن مين؟ ما تقدرش تتكلم معايا. هو ده نفس النظام كان في مسائل الكهنه، اللي هو خلاص مسائل التجار دول بيبيعوا ويشتروا، مهمش دعوه بالدين، وخمور وزنا وعلاقات مهمشه. دوت او نفس النظام ده هو ده اللي بيحصل في العالم دلوقتي، اللي هو ايه، اللي هو انت متخيل ان العالم الناس بتلبس كويس، الناس القطارات عندها كويسه، محطات النقل وعندهم صناعه وعندهم، يقول لك احنا عندنا الحضاره. بس لو دخلت جوه البيوت دي هتلاقي شذوذ جنسي، وهتلاقي علاقات محرمه، هتلاقي خمور، هتلاقي واحد كده ياكل فبعد ما ياكل يخلي زوجته تحاسب على الاكل بتاعها، هو ما يحاسبش على الاكل، لا انا حاسب على الاكل انا بس، ماليش دعوه. نفس النظام، ازاي يا بنتي انت لسه لحد دلوقتي ما فيش علاقه مع حد، انت تعبانه نفسيا، انت ازاي يا ابني لحد دلوقتي ما عملتش علاقه مع بنتي، انت تعبانه نفسيا. فتلاقي الدنيا مهمشه، ليه؟ ما فيش دين. وهو ده اللي ظاهر دلوقتي في حتت كتير، بيداروا عننا السلبيه، ويداروا عننا المسائل اللي هي ايه، اللي هي تحط، اللي هي مش ظاهره. ايه اللي ظاهر؟ البدل والفساتين والكوليهات والعربيات والفلل، وفلان جاب فيلا ب 5 مليار، فلان جاب فيلا ب 10 مليار. المهم الحاجات دي اللي ظاهره بس. طب الحاجات اللي جوه، ان واحد يتجوز، واحد يخطب واحده كده ويتعرف عليها، يخلف منها 5 6 عيال بعدين يتجوزها، لا مش هنقول لك على دي، انا هنظهر لك اللي انت عالم عربي منحط، ما عندكش حضاره، ما عندكش اي حاجه. فكان العالم يعني، انا جاي لك دلوقتي لحته ايه، جاي لك حته شبه الجزيره العربيه، فانا عايزك تبقى انت متخيل الخريطه معاك. لما تكون الخريطه متخيله في دماغك انت هتفهم بقى، طب ليه؟ اشمعنى مكه؟ اشمعنى مش الروم؟ اشمعنى مش الفرس؟ اشمعنى مش الحبشه؟ يعني اشمعنى مكه هي اللي يبقى فيها الدعوه، هي اللي تستقبل الرساله، اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تنزل عليه الرساله؟ ده مهم جدا تعرفه. كده
لما تبقى فاهم في البدايات خالص تعرف ان مكة اللي هي الحتة الصغيرة دي شبه الجزيرة العربية دي موجودة فين؟ دي موجودة دلوقتي اللي هي حوالين الكعبة، دي شبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية دلوقتي، وعندك فلسطين، وعندك سوريا، عندك الدول دي كلها كانت تحت الايه؟ تحت الروم. عندك افريقيا، اسيا، اوروبا. حلو؟ دول ما كانش في استراليا بقى، ما كانش في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، ما كانش في حاجه. لكن هو كان في حد كده واخد الايه؟ حد واخد مسيطر على كل ده، لا شبه الجزيره العربيه. ليه؟ لان حته كده جبليه، يعني حته جبليه ما فيش فيها الا شويه ميه وشويه زرع، الناس بترعى الغنم. عندهم رحلتين، عندهم رحله الشتاء لليمن ورحله الصيف الشام. تاجر يبقى تاجر خمر، وانت تاجر ايه؟ انا تاجر قماش، وانت تاجر زيوت. فكانت التجاره محدوده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران: اولم يروا انا جعلنا لهم حرما امنا. الحرم بقى امن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانه، واصطفى من كنانه قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. في حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا خيار من خيار من خيار. لذلك نسل النبي صلى الله عليه وسلم عرب، ما فيش فيه زنا، ما فيش فيه حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده هنتكلم ان هو ما كان عنده صفات تقبل الرساله. نفس نظام مكه، فيها الشرف وفيها الامانه وفيها الكرم وفيها المروءه وفيها الوفاء بالعهد. لو ابو جهل قال لك انا مستنيك في الحته الفلانيه، تروح تلاقيه مستنيك ابو جهل. ما ينفعش، ما عندهمش دي. حتى واحده كده من المؤمنات كانت مهاجره، ترعى فين؟ قالت انا مهاجره. هو بيعذب المؤمنات فين؟ في مكه، وهي راح المدينه، راح وصلها بالليل. لا، ما تنفعش تجري بالليل كده، ما ينفعش. لا، ازاي تجري بالليل؟ ما ينفعش تجري بالليل. راح وصلها ورجع. لكن مكه برضو كان فيها شوية عك، فيها خمور، فيها كانوا يصحوا من النوم كده كأنك بتشرب شاي بلبن، يعمل خمرة سخنة كده ويشربها. بيوت الزنا، في أعلام، كل بيت كده، البيت ده معروف إن هو بيت الزنا، في علم كده عايز تزني البيت الفلاني. ده بيحصل في أوروبا وفي أماكن كتير في الدول العربية، ونستعيذ بالله يعني من ذلك يعني. لكن ده اللي كان بيحصل في مكه، ان هو كان فيه العصبيه والقبليه. ممكن واحد كده يكون قتل فرس واحد، يقعدوا 5 6 سنين بيقتلوا في بعض. عندهم العصبيه وعندهم القبليه، كل قبيله. قبيله قريش بقى جت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اكتشف الايه؟ اكتشف زمزم. طبعا زمزم دي من ايام سيدنا ابراهيم، لما خد السيده هاجر وخد سيدنا اسماعيل. قالت له هاجر: ايه الله امرك بهذا؟ ربنا امرك بكده؟ انك تجيبني هنا في الصحراء؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله. كان في عقيده بقى، فاهم؟ روح، ربنا مش هيضيعنا. فمن ساعتها بقى ابتدى ايه؟ ابتدى الدين يتحرف، لان كان فيه هنا وحدانيه. قال: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت ان اكون مسلما. كان في وحدانيه في عهد سيدنا ابراهيم. لكن زي ما اتحرفت الديانه في عهد سيدنا نوح، وقالوا: لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسر. فخلاص بقى في ضلال. حتى سيدنا عمر بن الخطاب يقول: كنا نصنع الها من العجوه حتى اذا جوعنا اكلنا. انا ماشي في الصحراء فعامل اله من عجوه، فاكل كده خلاص، اكل العجوه، اكل الاله بتاعي. فعندك كان في اللات وفي العزة، العزة دي الحاجة الكبيرة، وكان عندك إساف. يعني كل واحد بقى بيقول لك: أنا عندي إله، أنا بعبد إله. مع إنك لو قلت، شوف، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم معترفين، لأن في هيقدر يقبلوا، هيقبلوا لأن هم معترفين دي. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إحنا بنعبد الأصنام دي بس، يعني واسطة بيننا وبين ربنا بس، مش أكتر. ما تفتكروا إحنا بنعبدها علشان كده، لا لا لا، يا واسطة بيننا وبين ربنا. فكان حال مكة الرحلات بقى، وانت رايح الناس كلها تتخطف، ويجي قريش تبع مين؟ انا تبع قريش، تبع قريش، الناس بتوع الكعبة بتوع المية، عدي يعمل فلوس بالرز. انت تبع مين؟ تبع قريش، عدي. ربنا يقول في القرآن: لإيلاف قريش إيلافهم. طالما انت قاعد بتاكل وتشرب تحت المروحة،
ما بتقولش الحمد لله كل يوم بتصحى، ده العادي بتاعي، انا بصحى باكل واشرب وقاعد تحت المروحه ما بقولش الحمد لله. فربنا بيقول لهم كده، لإيلة في قريش، إيلة فيهم رحله الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. انتوا بقيتوا اغنياء وبقيتوا مؤمنين بالكعبه، اولم يروا ان جعلنا لهم حرما امنا. خلاص انت مؤمن بالكعبه، كعبه عملت لك امان، ان انت لما تروح في حته لا الناس دي تبع بيت ربنا عادي، خلاص انت مؤمن. خناقه مكه بقى ايه؟ فيها الشعر. تلاقي واحد كده يصحى من النوم ويقول بيت شعر، يقول خلقت لنا الجمال فتنة وقلت يا عبادي اتقون، وربي جميل يحب الجمال فما لعباده لا يعشقون. يقول لك انا المرأة احبها في جمالها وشكلها. واحد تاني يقول لا انا احب المرأة في جوهرها. خلقت لنا الجمال فتنة قلت يا عبادي اتقون، وربي جميل يحب الجمال، جمال التقى لا جمال العيون. في شعر وفي لغة. القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآن عربي، فينزل في منطقة فيها اللغة قوية جدا فيعجزها، فيعجز العالم كله، لأن اللغة ما كانتش قوية إلا في، شوف قريش دي كانت أفصح قبائل العرب، فلما ينزل في قريش فأفصح مهزم أفصح حد، عارف يقول لك إيه؟ اضرب أقوى واحد فيهم فأنت كده هزمت كل الناس. هو بالظبط ده اللي حصل، نزل القرآن في قريش، فقريش كانت هي افصح العرب، فلما ننتصر عليهم ونقول لهم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، ما حدش هيعرف يجيب. خلاص انتوا ناس فصيح، احنا جبنا لكم القران اهو، وان كنتم في ريب، كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره عدت للايه؟ عدت للكافرين. يبقى انت فهمت كده حال العالم كان عامل ازاي، وحال مكه التي تتهيأ للدعوه. من ضمن الحاجات اللي دايما الناس بتنساها ان كانت العرب وكان يعني واخده الحته بتاعت الغرب برضه في مساله المراه. المراه مش متحرره، ما بتجيبش فلوس، ما بتشتغلش، ما بتحاربش، خلاص. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لا خلاص، طالما المرأة ما بتحاربش، ما بتجيبش فلوس، ما بتشتغلش، ما خلاص. كان عندهم دفن البنات، حتى قيل في رواية ان سيدنا عمر وعد بنت في الجاهلية. فكده مكة بتعمل ايه؟ بتوقد البنات. لذلك اما كانت امك، انا امك بنت برضه، لكن هو ما كانش عنده دي، عنده العصبية وكان عنده الشدة وكان عنده ان البنت لا الاسلام هيحررها. بقى بعد كده لما نتكلم الاسلام عمل ايه في البنت وعمل ايه في المراه وعمل ايه في المجتمع. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال ايه؟ ان الله هو سيدنا محمد اللي بيتكلم، بيقول ان الله اصطفى من ولد ابراهيم ولد اسماعيل، اصطفى من ولد اسماعيل كنانه، واصطفى من كنانه قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ربنا اختاره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انا بكلمك على كل الاحداث دي اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسه ما جاش. انا دلوقتي عايز اوصلك دي، وعايزك تبقى متاكد ان انا بقول لك اهداف السيره مهمه جدا. انت دلوقتي بعلمك ليه اهداف السيره، ليه هتتعلم سيره؟ علشان تبقى عندك معلومات، ما يجيش واحد يقول له اسم النبي بتاعك ايه فيقول ابراهيم. ما ينفعش. ما يبقى عندك حاله من الايمانيات، ان ايمانك هيبقى عالي. كل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تبقى عارف ان حجر ضخم كبير كده 200 300 كيلو اتحط على صدر سيدنا بلال بن رباح. سيدنا بلال بن رباح وما ابن خلف يقول له كل واللات والعزى، يعني قولها بلسانك. محمد قال من قالها بلسانه بغير قلبه ف عادي يعني. يقول احد احد. تبقى عارف ان في شخصيات، الشخصيات دي التزمت بكلام ربنا وكلام النبي، وفي حد هو عمل. عشان انت ما تقولش ايه ده ما فيش حد يعمل الكلام ده، لا في ناس عملت. نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الصحابه، اما نيجي نتكلم على وحشيه بن حرب اللي قالوا اقتل حمزه بن عبد المطلب، مش مهم حمزه بن عبد المطلب انا هبقى حر. كان عندهم لازم يبقى حر، لازم يدافع، ممكن يقعد اربع خمس ست ايام ما ياكلش، عادي يعيش على التمر والزيت شط خمره كده. غير هناك بتعرموا الناس دول ياكلوا حمام وياكلوا فراخ وياكلوا كل حاجه، و
ايدي ناعمه، انما بتاع مكه لا، بتاع مكه يقدر يحارب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبل عن اعمامه في حرب الفجار. فتبقى انت عارف ان العالم الخارجي ما كانش مهيئ للدعوه. كده ربنا اختار شبه الجزيره العربيه. وتبقى عارف ان عبدة النار وعبدة الحشرات وعبدة الابقار، الهنود طبعا لحد دلوقتي في ناس بتعبد ابقار ما تعرفش ازاي. لكن مكه كانوا بيعبدوا الاصنام، وكانت السبوبه بتاعتهم الاصنام والكعبه. اعمل موسم حج الناس تيجي تشتري وتاكل، زي مثلا لو واحد ممكن واحد يعمل مثلا ملعب في اخر شارع، شارع كله مليان محلات، فالمحلات كلها تبعه. لكن انا عامل اللي هاجر الناس ببلاش، لكن هو عامل ليه كده؟ الناس داخله وخارجه، طالما الناس داخله وخارجه هتعدي فهتشتري، فهو نفس النظام. فلما جم رفضوا عشان دنيا مش اكتر، هم عارفين و40 سنه صادق امين، فهم عارفين. لكن برضو الحته اللي بدات تقول لهم ان في نبي جاي وفي رسول جاي وفي حد هينزل الارض يشيل الضلمه، بقى يبقى عندك قران يزجر العقل ويلين القلب، وحش خريطه تمشي عليها، عندك سيره تقدر تاخد منها الشخصيات، تعلم الشجاعه، تعلم المروءه، تتعلم القوه، تتعلم الكرم، يبقى عندك احاديث نبويه تعلمك ازاي تعبد ربنا، تعلمك ازاي تكون مسلم، ازاي تكون زوج صالح، اخ صالح، جار صالح، عامل صالح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ازاي يعلمك انك تكون امراه صالحه، زوجه صالحه، جاره صالحه، صديقه صالحه، عامله صالحه لو بتشتغل طبعا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فدي بدايه، بدايه كده لمعرفه السيره ومعرفه مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالفيل. الفيل بقى لما جه براح بشيء قال لك لا انا عايز اهد الكعبه دي، دي عامله دي السنتر بقى بتاع المكان كله، انا لازم اهدها، انا ما لازم يبقى ليا يعني نصيب من القصه دي كلها، انا عملت كعبه ومحدش جالي، فانا لازم اهد الكعبه. فجمع الفيله، فربنا سبحانه وتعالى قال في القران: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. خلاص، ان في اشاره من ربنا اللي في نبي هيجي بوحي ورساله، ودي إشارة إن هو جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. بعد الموقف ده ب 55 يوم كده اتولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد 571 ميلاديا. نقول الرسالة هتنزل عليه بعد 40 سنة، ف يعني 600 سنة 650 سنة مفيش رسالة في الأرض ومفيش هداية في الأرض. طبعا ده دي بطريقة بسيطة زي ما يعني سمينا السلسلة سلسلة السيرة بطريقة يسيرة. سبحان الله بحمده، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نكمل إن شاء الله في الفيديو الجاي.